ردكم على ما ذكر أيضا من ساعات من قبل ترامب بأنه هناك أسماء لأشخاص ماتوا ما بين المقترعين، يعني هنرجع تاني لفكرة التشكيك. لو سمحت عيد السؤال لأن الصوت وحش. يعني ردكم على آخر تصريحات ترامب الخاصة بالتشكيك اللي تحدثنا عنه في سياق الحوار الآن، وما ذكروا عن أسماء لأشخاص ماتوا ما بين المقترعين. بالطبع يعني احنا عهدنا على هذا الخطاب منذ تولي ترامب، ولا ننسى نفس هذا الخطاب، ونحمد الله على المؤسسات الإعلامية، بدأوا في عام 2015 في أثناء الحملة ضد الجمهوريين أنفسهم ثم ضد هيلاري كلينتون. فهذه هي الوسيلة. للعلم ترامب يا هذه يعني هذا الأسلوب كان بيتبعه في شركاته. شركات ترامب كانت ترفع قضايا ضد خصومه، يا إما حتى يبقى التكاليف بتاعتها باهظة أو للتهديد، وقد أفلست 6 من شركاته. وأعتقد أن الحملة بتاع ترامب هتفلس لأن عليها ديون للولايات وللأمن فأسلوب إدارة شركاته لم يكن يصلح لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية. إمتى أستاذ مهدي؟ لماذا دعموا ده؟ احنا عايزين حلقات كتيرة أقول لكم. طيب إمتى أستاذ مهدي سيتم الإعلان بشكل ما حدث الآن رسمي؟ ما يقول ترامب لا يأبه بيش أحد حتى الجمهوريين، ولذلك رأينا القيادات يعني، وأنا يعني أحيي أن مصر بدأت في تهنئة بايدن، وبدأت المملكة المتحدة، بوريس اتصل بالرئيس المنتخب بايدن، والنتيجة لأن احنا العالم يعلم الآن منذ ليلة أمس، احنا من امبارح عارفين أنها انتهت العملية، لكن كان لابد من الهدوء لأن طلب الهدوء حتى تتضح النتائج بلا ما ليس فيه مجال الشك. طيب. ومن يريد الذهاب إلى القضاء فليذهب إلى القضاء لو في حاجة، مش ممكن كل هذه الأصوات هتبقى مزورة. إذا كان واحد ميت زي أحد يعني المغيبين بيقول إن في قطة طلعت صوتت، وواحد إن كان هناك أخطاء 180 مليون منتخبين لو فيهم 100 ألف واحد غلط نسبة بسيطة جداً.